فيما يخص يعني مباراة المنتخب الوطني النسوي مع ناظري الفرنسي، يعني كنظن بان المنتخب الوطني المغربي غير ربح ببيلانتيات، حيتاش ماتش صراحة صعيب بزاف خصوصا مع المنتخب الفرنسي اللي عنده يعني لاعبات في المستوى واللي بين على واحد المستوى اللي هو هائل. ان شاء الله انتصار المنتخب المغربي النسوي، واخا انا المدرب نتاع المنتخب النسوي نتاع فرنسا يعني ديجا كان منتخب نتاع المنتخب المغربي، ولكن ان شاء الله كنتمنوا يعني انتصار المنتخب المغربي النسوي لان عنده طموح، عنده جمهور اللي موراه ديما كما كانت النتيجه، حنا ديما قابلين على المنتخب ديالنا. بالنسبه للتوقعات ديالي ان شاء الله المغرب غادي تكون رابحه بجوج لزيرو، ان شاء الله مربوحه غادي يديوها. بالنسبه للمغرب راه قوي تبارك الله وصلى النبي، قوي غادي يكون في واحد، عندنا واحد الاحساس باش المغرب ان شاء الله غادي يربح. كنظن بلي ان المنتخب الوطني المغربي عنده لاعبات يعني في المستوى، خصوصا يعني في وسط الميدان وفي الدفاع، وايضا يعني كنشوفوا واحد الروح قتاليه عاليه من طرف لاعبات المنتخب، وايضا كنشوفوا مسانده قويه من طرف يعني الجمهور الحاضر بالملعب، وان شاء الله كنتمنوا يعني الفوز المنتخب الوطني المغربي ويفوز على فرنسا، خصوصا ان فرنسا يعني هي اللي قصات المنتخب الوطني المغربي للذكور في كأس العالم 2022 يعني بقطر، وبغينا ان شاء الله يعني يديروا رد الاعتبار لهذا الفريق هذا ويفوزوا في هذه المباراه، وان شاء الله حنا راه ديما معاهم وحنا غنشجعوهم ان شاء الله، وبالتوفيق لهم ونتمنوا لهم الفوز. هو اللي كان يعني انتصر عليه بطريقة كيفما كانت، المهم يعني أكيد إن شاء الله المنتخب المغربي النسوي عاد يفوز بإذن الله 1-0 إن شاء الله. إن شاء الله المنتخب المغرب غادي يربح 2-0. المغرب متوفق تبارك الله في السبور، والنتيجة غادي تكون إن شاء الله مزيانة، كتكون غتكون بواحد 3-1 ولا 2-1.